متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في بث مباشر. احنا الان في مدينه برشيد اللي فيها واحد الحاله ديال واحد الدري مسكين اللي حتى واحد ما غادي يبغيها، حتى واحد ما غادي يتشرف فينا كاملين، غادي يبقى فينا كاملين. خويا حمزه السلام عليكم. غادي يشوفك ان شاء الله الناس، غادي يسمعوا لك الناس، يسمعوا القصه ديالك. تبارك الله عليك، دري زوين نقي باينه فيك، تبارك الله قاري. سيفي ديالك هذا ديالو، تبارك الله عليك خويا. جاك طحشي نتايا في الشركه؟ انا كنت خدام في كنت طحشي في الشركه. كنتي طحتي في شركة وبغيتي تهبط في السلوم، قال لك الباترون ديالك وانت غير نقز، انت مالك باقي صغير، قال لك باقي صغير وكتقلب على السلوم، وملي نقزت حس في حسيت. فمتابعينا الكرام، باش نقولوا هذه الام ديالو، الناس اللي كيسولوا هذه الام ديالو هي اللي غادي تعاودنا القصه ديالو، بحكم ان حمزه ما كيهضرش مزيان وعنده مشكل هضره، فالام ديالو هي اللي غادي تحكي لنا القصه ديالو، هي اللي غادي تنوب عليه. السلام عليكم. السلام. هضري معنا شويه بجد الحاجه، عاودي لنا القصه ديال حمزه. السلام عليكم. ولدي كان خدام في واحد الشركه ديال طوبيسه ديال صباليون، كان داخل يابا صغار يلا طلع لي لقاء، وهذاك النهار كان خدام، خدم عام وخمسه اشهر. هذاك النهار كان خدام، جلمتني طردك من الوسط، طردك من الوسط، يشوف فيهم بحال طحاطيم خابوا ويخرجوه. خرجوه من الشركه، خرجوه من الشركه. قالوا لي، قلت لي انا ملي مشيت قلت لي علاش خرجت ولدي؟ قال لي الدري هذا ولدي، قال لي علاش انا ما بغيتش نبقى، ثم انا خنزرته هي قد محلور تقر، المهم ما عندهاش. وفعلا هما خرجوا جروا علي الساعه اللي رجعت، جروا علي قلت لي مدوك زولي وشوفوا واش خاصو، واش هو مهرس، واش واقع لي. قال لي الشافات بجوج، قال لي بكي السما ملي خرج شطبوا عليه وحيدوا لي الاوراق وكل شيء. تموا كيعاني. قال لي بكي السما من تموك كيعان. قال لي بكي السما دابا ملي خرج ما عنده ما يدير، وهو دابا مريض ما يخدم ما يرد. ما انا واحد الوراق عطيتهم المحامي، جبتهم من عند صاحب المصاري، عطاتهم المحامي ما داروا معايا والو. المصاري المحامي شنو قال لك؟ ها؟ محامي قال لي حاجة، جاب لي الوراق هما هادوك، راه وليدي ما قال لي حتى حاجة، قال لك حاجة ما بغاوش. وانا دابا ولدي مريض، بغيت من يعالجوا ليا يتعالج ورجع. دابا الدري هذا في عمر الزهور، يعني هذا هو الشباب ديالو، هذا هو الشباب ديالو. دابا غير باش نتبعوا نفهموا المتابعين الكرام، فالسيد كان خدام في شركه ديال الطوبيسه، كان خدام كان في شي بلاصه معلق في شي بلاصه الفوق، كان الفوق بغى يهبط في شي سلوم، طلع عليه الشاف قال ليه اش كتقلب على سلوم؟ نقز قلب على فين نقز؟ نقز برجلو متنيه، تهرس ليه العمود الفقري كامل، العمود الفقري من حدو ما كيتحنا في الدار. انا نقول له وليدي من الريشه ديال الكتف ديالك شكون حالك تخرج؟ قال لي مورا الشاف، قال لي نقز. قال لي رانا طردك من الوسط، طردك الدري من الوسط، بقى هو هذاك واحد شويه من حدو دخل عليه السيل من حدو بحال فوق بحال فوق حتى تم الضلوع ديالو لصقو، وتخشى لي هاد البلاصه تخشى فيه، والمصارم مات ليا كله ما يشرب. انا وليدي ما عنديش باش ندوز لي، ما عندي والو، ما دوزتو لي ديك الساعه، ما دوزت لي ما والو، دوزت لي عندها من الصرف، ما عنديش ما نصرف عليه ما والو. قد حد كوار في الليل ما كينعش كيفاش يغوت، وانا مالي كنطلع عليه بحال هكا، انا كنطلب نجي ليك 500 600 700 ما عندها ما تقضي وليدي الموت. عايشه انت وياه ولا معاك؟ عايشه انا وياه، ما معنا حتى واحد، ما كنصيبوش، ما كيطق علينا حتى واحد، ما كيجيش عندنا حتى شي حد ابدا. كنموتو بالجوع، كنموتو بالجوع، بعض المرات ما كنجبرش ناكل شحال حاجه محرومه منا، وبعض المرات انا واخا ما حنا براسي وكيبقى ليا الحال، ولا كان ما كيحس بيا حتى شي واحد، شي واحد وليدي ما كيحس بيا. ما كاين ناس كنقول، انا كنقول انا رانا يحس بيا حتى واحد، انا واخا نعاود نلم نعاود. ملي كنمشي مشي لعند مشيت لعند القايد، قلت ليه رانا ما عاديش، مشي ديت هاد الوراق صورتهم قلت ليه قيدوني، قال لك لا ما قيدوك ما تشدي ما والو، انا دايرك وليدي كنخرج. علاش ما بغاوش يقيدوك؟ ما بغاوش ها الوراق مقدم، ما بغاش يقيدني، يقولوا لي ولقاوي. لا ما كنذكروا السميه تاع الحاجه، علق عليا فين مشيتي عندهم بغيتي ديري حتى انت الورقه باش يقيدوك؟ باش يقيدوك زعما؟ غير خليك فين مشيتي عندهم؟ غير خليك، انا مش خافيش عليها الحاجه، غير خليك. فين مشيتي عندهم؟ هنا المقاطعه دابا، انت بلا سمح لي، فين مشيتي عندهم المقاطعه
قلتي لهم على حساب انا مدان على حساب مدان ودبرت شحال من مره عمرني ما شديت وكنمشي وكنتبع الوراق وكنجي عربيه نقدم هذاك يعايروني ومشيت ليه علاش كيعايروك بعت شكايه دبعت شكايه دبعت الوكيل باش نشد وعمرني ما عمرني شديت انا كاع ما عمر قيدوني كنمشي نتبع الوراق ديال الكارطه وليدي ما عمرني شديت علاش ما عرفتش ما كيقيدونيش هاد الشده ديال هذيك جي حق شديت مرتين والاخر الثالثه ما شديتش انا ما شديتش اه ولدي تا هو ما شدش ثلاثه مرات ما شدش مسكين دقت عليه الخط تحركت ليه الكارطه ملي مشينا عند واحد قلنا ليه ردها لي قال لك لا ديرش الخط اللي تشفط عليه كندافع على حساب رامي رامي ما استفدتيش ما استفدتيش انا عطاك اخويا حمزه ضروري نعطاك نسمع لك الكلمه ديالك تبارك الله بنتي ليا مثقف ودري تبارك الله شاب اللي تعاونوا معنا الله يرحم لكم الوالدين رانا ما عنديش ونقطعهم برجعهم عادي ماني حنا ليا ورا المخزن ما كيديوهاش فيا كنبقى دارت انا ولدي باش شي واحد هاد ملي دوك يعرفني باش نرجعوا للنقطه ديال الراميد اللي ما بغاوش قلتي لي بغيتي تصاوبي ديك الورقه ديال الارمالات ديال الارمالات باش وليتي انت تستافدي ها هي موجوده بغيت تصاوبها ملي ديتها قالوا لي ديال المحكمه لي عطيتها لواحد البوليس قال لي دخلي عندها دخلت قلبتها قالت لي ولدي انت عاد باغا تشد عليك 57 عام قال لي مالي جدار شكون هادي اللي قالت لك واحد وحده كاتبه ديال تما ديتها المقدم شنو قالت لي راه اصلا رامي زعما ديال الكبار اش كيشقيدو فيه ها هي الورقه ديالي راه معمره صاوبه ليا قدامكم دابا ما تقيدتي ما لا ما مقيده ما والو ما كنشد شي بلاصه ما نحلش عليه دوك جوج ديال رامي ديال اللي شديه والثالثه ما شديتهاش ترقد واخا يعطيو ما عطيتش انا ولا ما نشدش ابدا عمرني وليدي ما شديت شي حاجه كيف شكون اللي كيصرف عليك وعلى ولدك نطلب بحال خضيره ولا جوليه ديال جي يعطيوني اللي بغا شي حاجه راه كندور بحال هكا كيقنع عليا ولدك عمرك دوزتي ليه حمزه لا لا ما دوزت ليه ما هو ما عنديش فلوس باش ندوز ليه عندي شنو هو الا كان دوزو ليه الا جاب الله لقى اللي يدوز ليه يقدر يتشافى هو عبد الله وليدي يتشافى راه يتشافى ما يتشافى مسكين راه يبان يغوط كامل الليل يا يغوط وانا كنتي قلتي لي قبيله ما عندوش علاش ينعس بحال ما عندوش علاش ينعس وانا نيت ما عنديش علاش ينعس انا وديال حالة فوريلة الليجة لا والو ديك التلفاز راه عطا لي واحد الدري خاف راه عطا لي قال لي خوت راه شي والو ما كتشوف ما عندنا والو مساكن باقيين هنا خشبين مضربين من هيك قال لي جا واحد السيد قال لي باقا لي هاد قالوا لي هاد الدار هاد الميكروب اللي فيه هذاك الشيء ما خصكش تبقى فيها قال لي حيت دابا هي ما مداوياش عمرها ما تصرفت كلمة أخيرة الحاجة هو فقير مسكين كلمة أخيرة طلبي المحسن شنو الله يحفظكم الوالدين الله يخليكم وإلا ما شوفوا من حالي رانا ما عديش وليدي كنقطعو ونكرجو مع ديك واحد عاونوني عاونوني في سبيل الله رانا ما كرهتش شي واحد يجي يعدي وتعاون معايا وليدي وحل عليا الهم وحل عليا الحزن داوي يا ولدي داوني يا ولدي هاد الدري راه عندي عاوبه داوني يا هاد الدري راه مسكين شو حالته كبيره واخا واخا الحاج الرسالة ديالك ان شاء الله وصلات بالنسبه للناس اللي بغاو اللي بغاو الله يرحم الوالدين يتواصلوا معاكم فالنمره ديال هاد الناس هي حمزه كنت عطيتيني جوج نوامر كاينه 0675 و0627 اين هي اللي ديالكم بجوج بلاش اخويا باش نشوفو عطانا الحاجه داك الميكرو باش نقولوا النمره الناس اللي يبغيو يتواصلوا معاكم فالنمره هي 06 75 27 68 61 ياك يا دي خويا حمزه 06 75 27 68 61 فهي هذه النمره ديال حمزه اللي بغيت تواصل معاه هذه ديما خدامه هذه النمره ديال حمزه ديما خدامين عاونونا راه كنمو
واخا خويا حمزه غادي نعطيك الميكرو ونخلي الكلمه الاخيره توصلها للناس. شنو بغيتي توصل لهم؟ وهادي بلاش اخويا حمزه انا معك دابا. صافي اختي سكتي عافاك. اك حمزه خويا كنا المحسنين يعاونوا خويا حمزه. اسمح لي الا قلنا الكلمه الاخيره اللي بغيتي توصل للناس. اللي كمر انا من غادي بزاف او كان اني ام ما عديش باش نمشي للطبيب وما عديش على داش نحس او ندوا ولا ما قصري كايت انا مز او كانوا نار كان موت او على الحاليده ديالي راه عندنا من ياكلوا ومن انساف وراه كتمشي مسكينه عطلب في الجامع وفي وجات شي شي عطيه واش دراهم شي يدفقن عليه هي شي يخسر معاها الهضره او انا ما كنديرش باش نوصل لهم حمزه خويا الرساله ديالك دابا. فحمزه كيقول ان الوالده عاونونا الوالده ديالنا حيت انا هادشي فهمتو بحكم انني ريحت معاه وسمعت ليه مزيان ففهمت دابا الميساج. كاين بعض الناس اللي ما غاديش يفهموا هضرتك خويا حمزه كيقول باللي مو عاونوهم غير كي ما لقاوش ما ياكلو كاين عايش هو والام ديالو بوحدهم. الام ديالو كتمشي كطلب على ما كيقول حمزه فكاين اللي كيعايرها كاين اللي كيدفل عليها كاين اللي يحتقرها كاين اللي كيعطيها كله على حسابه مع من تلاقاش. فهو يستنجد بالقلوب الرحيمه. خويا حمزه ان شاء الله الرساله ديالك غادي توصل يا ربي. كاونوني رانا مريض بزاف ومحتاج المساعدة والظهر ديالي الفقارة ديالي بداو كيكسقو على القبع ديالتهم او يتحكو على القبع ديالتهم وكنتحسك بزاف الفقرات ديالك دابا خويا تلاصقوا مع بعضياتكم. الله الوالدين تلاصقوا مع بعضك حياتهم راه كنتحسك بزاف وكيتغزز ليا لحمي وما كنبغيش نعس. فاللي زاد اثرنا في حمزه هو الصوره اللي عطاتنا الوالده ديالو اللي نوريها لكم متابعينا الكرام. خدم في شركه صغير وكان دري زوين تبارك الله. فغادي نوريو الصوره ديالو. هذه هي التصوير. شوفه كان تاسفوا على هذا الوضع ديال الدري هذا والله. حمزه خويا الله يجيب لك الشفاء امين يا ربي وكنترفع قلب المحسنين يساعدوني ان شاء الله يا ربي. الرساله ديالك خويا حمزه توصل. شكرا ان شاء الله يا ربي خويا حمزه الرساله ديالك توصل. الله يجيب لك الشفاء. متابعينا الكرام النمره ديال حمزه خليناها اللي هي 06 75 27 68 21. نعاودوا الرقم 06 75 27 68 61. متابعينا الكرام كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينه برشيد. الى اللقاء.